السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا ثاني عمل لي مع اتحاد اليوتيوبرز، وغادي نقدموا لكم مجموعة من الوصفات اللي كتليق بمائدة رمضان. نتمنى أنهم يعجبوكم. اللي بغى أي وصفة غادي يلقى الرابط في أسفل الفيديو. نخليكم دابا مع المقدمة ومن بعد الوصفة. حلوية خديجة غادي تقدم لكم فطيرة نوار الشمس مالحة. أنا غادي نقدم لكم مربعات معلكين بالطون والبطاطا والسوريمي. حلويات فاتن غدير كورني بحجوة اقتصادية. قناة أم مصطفى غتقدم لكم مملحات بالدجاج بحجوة لذيذة. أم ريان غدير كورني محشو بطريقة جديدة. كويزين حنان غدير بسطيلة بالدجاج بطريقة لف جديدة. سيجار حلو باللوز والبراليني عن شهيوات جميلة. قناة طبخ ليلى غتقدم لكم ملوي مورق. شهيوات كوزينتنا تقدم لكم حنشة مالحين وحسوة بالبلبولة. ذوق حكمة تقدم بغرير ناجح وقطايف بالبغرير وبغرير بالكاكاو. شباكية البابوش عند سوسو كيتشن. حريشات معمرين هشاش وسهلين عند أمل القنطري. مملحات بالعجين المورق الساري عند حلويات أسماء. حريرة مغربية بنكهة زمان بالخميرة البلدية عند شهيوات ميري. تلو صحي بالتقاوت والعسل والتمر بريستيج بحشوتين مختلفتين وكويرات صحية مع كويزين أم نيدال. رغايف معمرين في الفرن عند حلويات النخيل. أربع أشكال بطبوط بحشوات مختلفة عند فاطمة إيزوكاي. شباكية بالبراليني عند قناة سميرة الحمدي. مقروط بنكهة الشباكية عند كليك كوك. نعود نذكركم أن الروابط موجودين تحت الفيديو، وما تنسوش تشتركوا معنا في الصفحة الرسمية للاتحاد في الفيسبوك. ندوزو دابا للوصفة ديالي ونبدأو على بركة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم هاد المربعات بالطون والبطاطا والسوريمي. غنصفهم لكم كيكونوا معلكين من الداخل ومقرمشين من برا، وكنظن انهم اقتصاديين ما كيكلفوش بزاف. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. كالعاده اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في نهايه الفيديو. نخليكم دابا مع الطريقه. هناخد 400 غرام تاع البطاطا، شي جوج بطاطات متوسطين، ونطيبهم 40 دقيقه في الماء حتى يولي الموس كيدخل فيهم بسهوله. نزولو لهم القشره ديالهم ونردوهم بيوري. نزيدو المعدنوس جوج معالق كبار، 150 غرام ديال الفرماج محكوك، 150 غرام ديال السوريمي مقطع قطع صغيره، ثومه غبره، بواطه ديال الطون بالزيت ديالها. انا درت هنا جولي. نص معلقة كبيرة ديال الكمون، فلفلة حارة، البزار. نخلطو دابا هادشي مزيان ونعمرو به المربعات ديالنا. ممكن نضيفو شوية الملحة حيت ديجا كاين الفرماج كنخاف نملحها، ولكن اللي كيبغي شوية الملوحية زايدة يزيدو قرطات الملحة. هنا غادي نخدم بورقة البسطيلة صغيرة، كنقطعها على أربعة وكندهنها بالزيت. كيف ما كتشوفوا كنحط وحدة عكس الأخرى، وكنحط الحشوة الوسط وكنقادها مربع وكنطويها على بعضها. هنا غادي تستعملوا بيض البيض باش تسدوا. فاش تساليو تكوهم شي كيغدون باش ديروا لهم منين يتنفسوا وما يتحلوش لكم في الطياب. غنوجدوا دابا الديكور. غادي نقطعوا ورقه البسطيله رقيقه بحال هكا بالمقص ولا بآلة سباكيتي، غنزيدوا عليها شويه الزيت وبيض البيض ونخلطوا مزيان، ونمشيو نزينوا بها المربعات ديالنا. غادي تحطوا فوق كل وحده شي شويه، وما تكثروش بزاف ديال الورقه باش ما تجيكمش عاوتاني الورقه كثيره. دابا ندخلوها طيب 25 دقيقه على 180 درجه اللي هي حراره متوسطه. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت، واللي عنده الفرفره يديرها. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه الوصفه تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها حيت حقا تستحق التجربه. وبالصحه والراحه. في المقادير غادي نحتاجو 400 غرام ديال البطاطا، معدنوس، 150 غرام ديال الفرماج محكوك،
150 غرام ديال السوريمي، بودرة ديال الثومة، بواطة ديال الطون، نص معلقة كبيرة ديال الكمون، فلفلة حارة، بزار، ورقة البسطيلة تقريبا شي ربعة، والبيض ديال البيض.